أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرام مقلة بدمي فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير